ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذه الأذية كلها ممنوعة. ابدأ بالنظر، الأذية بالنظر، بأن تنظر إلى بيت جارك وتنظر من الذي دخل ومن الذي خرج وما. وهذه قيمة كانت معروفة حتى في الجاهلية. عنترة يقول: وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إذا رأيت امرأة جارك إياك أن تتبعها نظرك. بعض الناس الله المستعان يذكر حتى ماذا تلبس في رجلها، أعز الله السامعين، أعوذ بالله، ما هذه الدناءة؟ ثم اصعد في الأذية، كفها عن جارك، أذية الماء الذي يتسرب، أذية السيارة التي تقف أمام الباب، قل ما شئت. اليوم للأسف يا إخوة هذا الأصل في الأدب تآكل كثيرا، أصبح الجيران لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعيشون متقاربين ولكنهم في الحقيقة غرباء. لو جئت إلى الحي وأوقفت رجلا وقلت: أين بيت فلان؟ قال: فلان ما أظنه عندنا في الحي، وهو بجوار بيته. إذا كنا لا نعرف جيراننا فكيف نؤدي حقوقهم؟ وهذا الأدب لكل جار، حتى الجار الكافر غير المسلم له هذا الأدب، وينبغي أن يكرم بحسبه. ثم الجار المسلم البعيد، ثم الجار المسلم القريب، هذا لكل أحد.